كما تسمعون يا إخوتي، هذا صوت مياه البحر، أمواج البحر. هذا الصوت إن أتى الإنسان وجلس قليلا فقط يسمع لهذا الصوت، ربما يعني يتيح له فرصة لإراحة النفس المتعبة من همومي وآلامي. هذا العصر المضطرب، هذا العصر الذي تميز بالإساءة والظلم والجهل، رغم أننا تقدمنا من الناحية العلمية تقدما خياليا، ومع ذلك فإن الإنسان يعاني في بقاع الأرض كلها بسبب ظلم الإنسان للإنسان، وبسبب استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، رغم أن الإمكانيات متوفرة كثيرا من أجل إسعاد الإنسان في كل مكان بالإمكانيات التي موجودة، التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض التي سخرها لنا. لن أطيل عليكم، إنما سأترككم قليلا تستمتعون بأصوات المياه. أتيت هنا قليلا حتى أريح النفس. قلبي وعقلي وروحي وأملي ودعائي كله معكم يا إخوتي في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا في كل مكان، في بلاد الشام وبلاد الرافدين وبلاد مصر وليبيا وبنغلاديش والصين، وفي كل مكان عن إخوتنا الذين يعانون ويستغلون ويظلمون. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.